رحت عشت مع صاحبته بنفس البيت، ينام مع قدامي أنا وقاعدة على الكنباية. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. رجع إنساني ما عم بمشي ما عم بقشع، وشفت هالمنظر، إنساني ما عم بيعطوا دقواها على الوقت، إنساني جوزة ما بيسأل عنها. رجعت من المستشفى على البيت لبعد 3 أيام لأجا طلع علي. هو كان بالنسبة لإله إنه هو فنان معروف وكبير، وقال تشوهت ما بقى فيه يظهر فيه بين العالم، وأخذ إنساني وتشوهت، خسرت كل شي فيها نظرة. كيف أثر عمله على علاقته فيك؟ عشت مع صاحبته بنفس البيت. أوف. بعد شهر ما قدرت أعيش مع أهله، نقلت إجا أخذني، رحت عشت مع صاحبته بنفس البيت. أنت؟ أنا وهو وصاحبته بنفس الأوضة؟ نفس الأوضة، حمام مشترك بالبناية، وأوضة والمطبخ ببرداية مسكر. كونك حامل هذا الشيء لعب دور لتقريب المسافة بين الزوج وزوجته ويبعد شوي طيف العشيقة؟ أبداً، دايماً كان في مسافة بيني وبينه، دايماً مسافة كتير بعيدة، لأنها هي موجودة كانت. كيف موجودة بأوضة واحدة؟ موجودة، أنا على الكنباية، هن على الفرشة، موجودة وبقوة كانت. شو قصدك بقوة؟ كان يقرب عليا قدامي. كيف؟ كان ينام مع قدامي، أنا وقاعدة على الكنباية. وهو قايلها بالمحكمة، قايله للقاضي شفتني معه وعطتني كلينكس. أوف. ما كان شو بدي أعمل؟ بدي أضربه؟ بده يضربني. ليش كان يعمل هيدا الشيء قدام زوجته؟ بركي كان هو يفكر إنه بده يأذيني هيك. إنه ما في مرة بتحمل إنه حتى يمكن لو ما بتحبه، ما بتحمل إنه تشوف هيدا المنظر قدامه. أقصى درجات العنف عليك؟ كثير بشع، كثير الإحساس كان بشع. ليش ما انتفضتي؟ انتفضت. ليش مفل؟ أوف. أيمتى؟ بس شفت المنظر قررت إني فل وتعنفت. يعني أنت هون طلبت الانفصال وبدأتي؟ بدأت الحرب تبعه. وأبواب جهنم تفتح على المرأة التي مزبوط. تطلب أو تتكلم أو تتجرأ أن تطلب الطلب. بعد قديش من قرارك بالانفصال ولدتي على فيروز؟ بعد شهرين ولدت فيروز. لزوجك؟ لزوجي، لبيي، لأمي كانوا معي. أنا وصلت على المستشفى بحالة طارئة، أمي كانت معي وصلتني، دق لبيي قال لها بتتركيها وبترجع. وتمت الولادة وخلقت فيروز. قديش كان عندك ثقة بأهل الزوج إنك تسلميهم بنتك؟ ما كان عندي ثقة. لكن كيف بتسلميهم؟ ما كان في بإيدي حل. 40 يوم كانوا كافيين انه يخلق او يكبر هذا الرابط بين تيريز وبين بنتها فيروز. ايه، مع انه في قبل ال 40 يوم في 9 أشهر ببطني. هي اي لحظات الام، دائما الام بكون عندها لحظات مش ممكن تنسيها، خاصه لما يكون اول طفل واول مره عم بتعيش هذه التجربه، اي لحظات مش ممكن تنسيها. لما كنت اقعد غني لها تبقى هي عم تضحك، ما عارفه شيء بالحياه غير انها عم تبتسم. شو كنت تغني؟ يلا تنام يلا تنام، لا تبح لا طير الحمام، روح يا حمام لا تصدق، عم بضحك عالجني تتنام. ما كنت عيط لفيروز. شو بعد عندك من هالأربعين يوم؟ صور، تياب، ريحة، ريحة تيابه. بعد الريحة؟ أنا بعرف. ها، ألبوم صورة لما كنت شوفها لما خلقت. ها، أول طقم لبستها هي وصغيرة.
ورحت تصورت أنا وياها بتيابه. طفيت طبعها يا بق. حتى فيها كنسيتها. نلتها. بقيوني من هوري فقون 16 سنة. بدك تاخده؟ ما تضيعهون. سنين عم تكبر وبنتك عم تكبر، ما قدرت تتواصلي معها مباشرة؟ كنت كثير اتواصل على الفيسبوك، تعمل لي بلوك وتغير الفيسبوك، اسحب صورها عن الفيسبوك ونزلهم عندي، تعمل لي بلوك وتغير الفيسبوك. اخر مره تواصلت معها وردت وجرحتني، حكيتني حكي كثير قاسي. بعد كم سنه هيدا؟ من سنه بردت علي. برايك ليش كانت عم ترفضك؟ عم تخليت عنها. تخليتي عنها؟ خليت عنها. لما بعثتي لها رسالة على الفيسبوك شو كنت موقعة تقول لك؟ كنت موقعة إنها ترفضني، إنها تحكيني حكي بس مش الحكي اللي حكيتني إياه. حكي قاسي حكيت. حكي أكبر منها بكثير. أنت 15 سنة بعيدة عني، ما لي الشرف تكوني أنت أمي. وحدة بلا أخلاق وبلا تربية. خليني عن حياتي وابعدي عني وعن عائلتي، هيدا بيكون احسن شيء. وخليكي عن محل ما انت وضلك هونيك وما تقربي صوبي صوب عائلتي. اول شيء اللي بدها تكون امي هي بس ستي، وانا ما لي الشرف لتكون. اللي بتكون امي هي لازم كنت تربطني من انا وصغيره، مش تكبني هي وبيا قدام الكراج عن جدي. بتكون وحده بلا اخلاق وبلا تربيه، هيك بيكون معلمينا اهلها. واسمعي شغله، قاضي انا اللي احكي وانا رح اقرر. لو ما صار عمري 8 بنت كبرت من دون امها، في امراه تانية عبت لها كل شيء. بعد 15 سنه بتدق الام الباب بتقول لها انا امك، حكما بده يكون جوابها هيك.